السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد على قناتكم عمرو عاطف. خبر عجيب جدا قريناه كلنا، إقالة كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكورة بالنادي الأهلي والبحث عن مدير كورة خلفا له. كل ده ليه؟ بسبب حلقة رامز جلال. كل ده فنكوش فنكوش، ومن الأول بعرفكم إن هو فنكوش، مفيش الكلام ده تماما. كابتن سيد عبد الحفيظ طلع مع رامز جلال في حلقه، وبعد ما خلص الحلقه وافق ان هو يذاعها وخد المقابل، وعرف اداره النادي الاهلي ان في حلقه هتتذاع، واداره النادي الاهلي وافقت على الموضوع ده، ولو ما كانتش وافقت كانت بلغت اداره ام بي سي بعدم اذاعه الحلقه، والموضوع كله معروف. ما تجيش بقى بعض الناس والاشخاص اللي عايزين مشاكل وخلاص في الزمالك، في الاهلي، في الاسماعيلي، في بني سويف، في الاقصر، في اسوان، في اي حته. يعني الناس دي قصدي عايزه مشاكل في اي مكان. مش بقول ان الناس بيعملوا مشاكل من الناس دي او من الانتماءات دي، فالناس عايزه مشاكل في اي حته وخلاص، فيقول لك نادي الاهلي اقل سيد عبد الحفيظ، ومشاكل كارثيه في الاداره وخناقات ومش عارف ايه، كل ده عايزين بلبله وشو. ده ما حصلش يا جماعه، ابوس ايديكم، ده ما حصلش. انا ما عنديش مشكله انك تعمل عنوان على الفيديو يشد الناس، ولكن بدون كذب. يعني مثلا انت بتكتب في الصحافه، خلاص اكتب اقاله سيد عبد الحفيظ، ما تكتبهاش كده، لا حط علامه استفهام. معنى علامه الاستفهام دي ايه؟ اي انسان بيفهم في الموضوع او بيفهم في اللغه العربيه، يعني اي واحد مننا، ان انت بتتساءل هو فعلا اتشال؟ فهتشدني انا ادخل اتفرج وتقول لي الحقيقه جوه. لكن في ناس اول حاجه العنوان بيبقى كذب، مفيش حتى علامه استفهام. اسلوب علامات الاستفهام والحاجات دي كلها معموله ليه؟ استفهام، تعجب، فعلا اللي هو انا ايه ده بجد؟ علامه التعجب دي ان حاجه حصلت وانت تتعجب عليها، لكن علامه الاستفهام انت بتستفهم هو فعلا ده حصل؟ ممكن تحط علامه استفهام وتخش جوه تقول الحقيقه، ما تخش جوه تكذب، ما تخش جوه تبقى بره مثلا في علامه استفهام وتيجي جوه فعلا تم بالفعل قال سيد الحفيظ عشان الخبر يتشير، لا خش جوه وضح. عادي جدا حط عنوان يشد ولكن خش جوه وضح، لكن ما تحطش عنوان يشد وجوه في كذب او فيديو تاني تماما او خبر تاني تماما. حبيت اوضح لكم ان سيد الحفيظ او كابتن سيد الحفيظ مستمر في منصبه زي ما هو، مفيش اي مشاكل، وتحرر الدقه في الاخبار. كان معكم اخوكم عمرو عاطف من قناه صاحبكم، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.